اهلا وسهلا بيكم مره تانية. النهارده الحقيقه هتكلم معاكم في حاجات كده، يعني هناخد وندي فيها كده مع بعض في التاسعه، واعتقد انها حاجات بنحاول كده ندردش معاكم فيها ونتكلم فيها كمان بصوت عالي، لانه احيانا في حاجات كده بتحصل حوالينا وبنعملها وبنبقى يعني الناس تبقى كده ايه، يعني مش عايزه تركز فيها وتبقى مهمه جدا لصحتها. بتكلم دلوقتي مثلا عن التدخين. التدخين طبعا كلنا عارفين انه ضار بالصحه، وعارفين كمان الناس حتى اللي بتدخن لما بتشتري علبه السجاير بتلاقي حاطط لك صوره كده يعني مقززه عشان يعني تكرهك فيها، ومكتوب عليها انه ضار بالصحه وانه يؤدي للموت، كل الحاجات دي. لكن كل هذه التحذيرات ساعات الناس برضو ما بتبصش عليها، او اعتادت بقى خلاص وعارفه ان التحذيرات دي موجوده ما بتبصش. لما حصلت يعني ودخلت كورونا كمان، كان بقى التدخين كمان مشكله، يعني تضاعف بقى، يعني كورونا وتدخين الاثنين كده ما كانش ينفع. في ناس بقى فضلت مكمله وقالت خلاص يعني انا يعني هعمل ايه، يعني كورونا كمان خليني ايه اطلع اللي جوايا. في احصاء كده صادر عن الشركه الشرقيه للدخان ايسترن كومباني، اللي قالت في انها اكدت انه انتاجها اربعه، بصوا الرقم، 94 مليار سيجاره في مصر. عايزه اقول الرقم تاني، 94 مليار سيجاره في مصر من 2021 2020 و2021. بعيدا بقى عن السجاير المعتاده، في موضه جديده بقى زي ما انتم شايفين كده في الصوره. الموضه دي في التدخين بقت موجوده، الشباب بيقبلوا عليها، وبالذات الناس اللي بتقول لك ايه اصلا انا بخفف، اصلا بريح صدري، اسمها ايكوس، وايكوس دي هي ده النوع بتاعها. وطبعا يعني ناس كتير قالت لك ايه على الاقل اخدها وفي جيبي وما فيهاش اضرار، والاضرار اقل بتاعتها من السجاير، وشايفين انها يعني هتبقى موجوده معايا في اماكن، احيانا اماكن كتير ممنوع فيها التدخين، وحتى دلوقتي يقول لك حتى ايكوس ده ممنوع. يعني طيب هل بقى الناس اللي بدلت الدب ده في وسط الزحمه شايفه ان ده ممكن يكون يخفف اضرار السجاير، ولا الموضوع ايه؟ بشكل علمي دكتور وائل صفوت، استشاري امراض الصدر والرئه، مساء الخير يا دكتور. مساء النور استاذ شفقي، وسعيد بوجودي مع حضرتك. وطبعا لما يعني اتكلم مع حضرتك، الاناقه والشياكه والتمكن الاعلامي، اشكر انا حضرتك. مبسوط لان هيوصل لقلب وعقل الناس، لان حضرتك اشكر حتى حضرتك في المقدمه جميل جدا جدا جدا. طيب احنا دلوقتي عايزين نبدا من الاخر. ايكوس بقت موجوده، الصوره زي ما حضرتك شايفها، والشباب مقبلين عليها، وكل واحد يقول لك ايه لا 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 اصل انا بريح صدري، لا 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 اصل انا قررت ابطل سجاير. هل كده هو مبطل سجاير الدخان العظيم اللي انا شايفاه ده؟ جميل جدا. طبعا انا مبسوط ان حضرتك بتثيري هذا الموضوع، لانه فعلا بقى منتشر، واللي انت بتقوليه ان فعلا كل الناس دلوقتي عندها قناعه بتصدرها لها شركات التبغ ان ده اقل ضرر، ان ده طريقه لتخفيف المشاكل، لان هو تبغ مسخن، يعني هو بيحط فيه حاجه كده زي بطاريه بتخش جوه حاجه اللي هي التجاره تعتبر يعني، وبتسخنها بدل ما تحرقها، فاحنا كده بنسخن مش بندخن. فطبعا بنسخن مش بندخن. اه بالظبط. وبعدين يعني هستأذن مخرجنا عمرو يرجع بالصوره، الصوره هنا بص دكتور صفوت، كميه الدخان دي، مش الدخان ده داخل على الرئه ولا انا بتهيألي يعني؟ طب هو الصوره دي للفيب، يعني الفيب ده طبعا حاجه ثانيه، هي السجاير الالكترونيه فيها سائل، والسائل في ده فيب وفيب وفي فيب وفي ايكوس. طب هو الايكوس ده على فكره نوع، يعني زي ما نقول مثلا عربيه مرسيدس ده نوع، انما أوكي. اسمه هو هيت نوت بيرن او تبغ مسخن، ده تكنولوجي جديد. تبغ مسخن. وانت قلتي حاجتك في الاول، قلتي حاجه حلوه قوي، قلتي ان الناس في ايام كورونا ابتدوا بقى عايزين يقللوا يبطلوا، في ناس قالت لا هنكمل، فالشركات بذكائها عشان تحافظ على ارباحها قالت لا هنقدم لكم حاجه جديده، وحتى طلعوا بتقليعه قالوا ان احنا هنمنع التدخين في العالم ومش هننتج السجاير العاديه، وهنبتدي بالحاجات اللي هي زي الفيب او اللي هي السجاير الالكترونيه وبالتبغ المسخن، عشان ده افضل وده احسن للصحه واقل ضررا، وحتى كاتبين كده وطبعا في كل الاعلانات وجايبين فنانين. ايوه طبعا. عندهم طبعا ده دي دعايه. خلينا بقى الكلام الطبي يا دكتور، قول لنا واحد اتنين تلاته. واحد، تمام. هل هي السؤال، هل هي اقل ضرر؟ لا طبعا لا. كلهم زي بعض، وعلى فكره اهم حاجه في حته التدخين
او التبغ المسخن النيكوتين، ان انا ابقى مدمن للنيكوتين. والنيكوتين طبعا ليه اضراره على الاوعيه الدمويه، ليه اضراره على المخ، ليه اضراره على الاعصاب، ليه اضراره على القلب طبعا وضربات القلب السريعه. فالنيكوتين في حد ذاته ده سم، يعني الشخص يعني لما هي بتجتمع اذا مع السيجاره العاديه في النيكوتين، والاثنين ضررهم معروف بالظبط. وبعدين في طبعا هم بيتكلموا ان ما فيهاش كربون مونوكسيد اللي هو اول اكسيد الكربون، وطبعا ده ضار وموجود في السجاير والشيشه بشكل كبير، ومش موجود فيها طار او الاطران، وده برضو يعني احد الاضرار الرهيبه في السجاير. بس فيها الاف اخرى من المواد التي لم يعلن عنها حتى الان، واشهرهم حاجه اسمها بروبيلين جلايكول وجليسرين. الحاجتين دول موجودين في الفيب، في السجائر الالكترونيه، وموجودين حضرتك بتقولي الاف، يعني يبدو ان في حاجات كتير قوي مش موجوده طبعاً في السجاره العاديه، موجوده في الفيب او الايكوس او اي نوع بقى ايا كان النوع ايه، موجوده بالزبط في هذا النوع من الالكتروني، السجاره الالكترونيه بالظبط. هو بيضاف عليها حاجات عشان تدي نجاحات. وطبعا دلوقتي في المولات والاعلانات زي ما حضرتك قلتي كده في الاماكن والمحلات، هتلاقي في خمس او ست انواع. انا حتى معايا برشور كده شفته، كان جنب في المدرسه جنب ابني بيوزعوا اللي هي البرشورات دي، فعاملين حوالي ست انواع، فيها بقى حاجات بالشوكولاته وحاجات بانواع مختلفه اخرى. وضع الاطفال ايه؟ يعني انا كمان الخطوره ايه يا دكتور؟ الخطوره انه بقى في اطفال فاهمين ان دي اقل ضرر او ما يقال او ما يكتب عنها، فطبعا انت عارف حتى سن المراهقه واصغر يقول لك دي اقل ضرر، وبعدين مش سهل اكتشافها زي السيجاره اللي بتبقى بتتولع وكبريت تولع، دي بتبقى في الجيب وكده، فبرضه وضعها ايه بالنسبه للاطفال اللي هم دون بقى سن ال 16 و 15 اللي بنشوف بيستعملوها يعني. الله اكبر، يعني انا مبسوط من حضرتك لان ده هدف رهيب ليا ولكل الناس اللي بتشتغل فعلا في مكافحه التدخين او في التوعيه. لان احنا لو حد بيدخن فهنقول له بطل ونبقى يعني قلبنا عليه وبنوعيه، بس طفل او شاب صغير عندهم كذا مشكله، النيكوتين طبعا يعني لسه موجود، الحاجه الثانيه اللي بيحبوا هم الشكل بقى بتاع الحاجه الجديده والتكنولوجيا ويدوس على زرار والوانها بقى ابيض وازرق وفي مصيبه ثانيه، والامهات بقى جت اشتكت لنا ان هم يعني بيدخنوا النوع ده او بيستخدموا التبغ المسخن عشان مالوش ريحه زي السجاير، فمش هيتقفشوا في البيت. بالظبط، دي مشكله. مش هيتقفش بقى في الحمام وفي الحاجات التقليديه، يعني هي ريحته او يعني العادم اللي طالع منه ما هوش زي السجاير، ف يعني صعب ان هو يتقفش كشاب انا بتكلم. وعلشان كده على فكره في بعض المدخنين بيرجعوا تاني للتدخين لانها مش ممتعه، ما فيهاش المتعه اللي هو كان متعود عليها في السجاير. طيب سؤال تاني برضو يا دكتور، الام المدخنه، لان بنشوف برضو للاسف طبعا تدخين ونلاقي ام مدخنه وممكن تكون حامل، تأثير الفيب أو الآيكوس أو أيا كان السيجارة الإلكترونية على اللي هم بيحبوا التدخين، وتقول لك طب أروح للإلكتروني فترة الحملة أو يعني هو ده يبقى أقل، نقول لها إيه؟ أنا مبسوط والله، أنا عشان كده قلت لحضرتك إن الرسالة هتبقى من أستاذة شفكي المنيري. بشكر حضرتك. لأن الأمهات والستات بيبحثوا عن الجمال، بيبحثوا على الأناقة، على الشياكة، وأحيانا بيروحوا للتدخين بصفة عامة أيا بقى شكله مع الإضافات او الفيب او التبغ المسخن، شياكه برضو نوع من انواع الموضه، وبنشوف هي بس موضه قاتله يعني بتدمر رئتي، يعني تبقى موضه في ايه بس يعني. لا انا هقول لحضرتك، من اول ما النفس بيخش السنان بتتاثر بعد شويه طبعا، الصوت وريحه الفم، الشعر، البشره، جلد يعني احنا اتعملت تجربه فعلا على الجلد بتاع الوش، اتعمل عينه من ناس مدخنات وغير مدخنات في نفس السن، لقوا جلد المدخنات اعجل بحوالي 10 سنين. انا اللي اعرفه ان النيكوتين بيعمل مشاكل، وكمان السيجاره ناحيه منطقه الفم بتعمل زي علامات يعني عجز يعني اكتر. طبعا طبعا طبعا، احنا عندنا حاجه اسمها سموكرز فيس، يعني هي وجه المدخن بيبقى اعجز فعلا، والست بعد كده تصرف بقى على موضوع بقى بي ار بي، ولا على انها تعمل تحقن او تعمل بوتوكس ولا الكلام ده. بينما هي كانت تبعد خالص عن يعني المشاكل، لان طبعا الجو، الشرب، عدم الرياضه، يعني في حاجات كتيره قوي بتحصل في حياتنا، فمش ناقصه بلوى. طيب سؤالي الاخير دكتور وائل قبل ما تغادرنا، سؤالي الاخير، نسبه كام في الميه لو قلنا السيجاره يعني بتصيب الرئه، بنسبة كام في المية، والسيجارة الإلكترونية نسبة كام في المية؟ هل بيتفقوا في نفس النسبة
ولا لا ما فيش طبعا نسب، لان احنا دلوقتي بقينا بنشوف امراض جديده في الرئه ما كناش بنشوفها في السجاير عشان في مواد جديده اضيفت. ما فيهاش اول اكسيد الكربون ولا اطران، بس فيها حاجات كتيره، ودلوقتي دكاتره الصدر في العالم كله شايفين انها بتعمل حاجه التهاب كده، وحتى بعض العامه بيطلقوا عليها مي على الرئه اللي هي التهاب مزمن برضه في الشعب الهوائيه. يعني السيجاره الالكترونيه قد تسبب التهاب على الرئه ومي على الرئه. وهي والتبغ المسخن، الاثنين التبغ المسخن خطيره، يعني ليها اضرار اخرى زي ما السيجاره العاديه ليها نفس الاضرار طبعاً. خاصه بالرئه. طبعاً. طيب طبعا ده شيء طبعا. واضح، نتمنى ان الناس تكون سمعت الكلام ده علشان ما تبقاش زي ما دكتور وائل بيقول تبقى موضه. يعني ما هو مش كل حاجه موضه ادمر صحتي عشان شكلها حلو عشان الوانها. اخد بالي كمان من الجيل الصغير ده بالذات اللي هي زي ما قال دكتور وائل في بقى حاجات بالشوكولاته وكده، فيتهيأ لهم ان هي حاجه عامله زي اللبان. لا، ننتبه اكتر عشان نبقى بصحه افضل ويبقى الدنيا كمان احسن لينا جدا. دكتور وائل صفوت، استشاري امراض الصدر والرئه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.